السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان اللي كيتابعونا واللي كيشاهدوا القناة ديالنا. مرحبا بكم في القناة ديالنا تمزماني فلوك. كنتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. درنا لكم واحد الفيديو ولا واحد الجولة صغيرة للسوق خميس تمزمان إقليم تريوش. حنا دابا غادي للسوق كما كتشوفوا قدامكم، غادي نشوف الأثمنة اللي كتواجد في هاد السوق وغادي تشوفوا السوق كيداير. وعارف بأن هاد الجولة غير جولة صغيرة ومازال غادي تكون واحد الجولة كبيرة واللي غادي نبينوا فيها السوق كامل وشنو اللي فيه وجميع الأشياء. مهم مرحبا بكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصل لكم الجديد. ستادوري
ما كتشوفوا معايا الاخوان اثمنه يعني مناسبه، ماشي مناسبه بزاف، مهم يعني الاثمنه مناسبة كما كتشوفوا قدامكم، 3 درهم 8 درهم، المهم الأثمنة عادية جدا لأن السوق خميس مسابان هو واحد السوق اللي كتكون فيه رخاء. مهم مرحبا بكم. شحال التفاحة هاكدا؟
بالنسبة للحوت الإخوان، خصكم تعرفوا بواحد الحاجة بأن الحوت نتاع الحسيمة راه غالي ديما، كذلك الحوت نتاع الناظور رخيص شوية، كذلك نتاع العريش نتاع جبهة تزاغيل ديال تمسامان، كذلك يعني الحوت بالنسبة للحوت شي مرات كيتكون رخيص شي مرات كيتكون غالي شوية، خصوصا ديال الناظور ديال بلينصار ما كيكونش يعني غالي بزاف، هو راه ما كيشريوش الناس بزاف، انما ديال الحسيمه والعرايش ديال الجبهه هما اللي كيتشروا بزاف وكيكونوا غاليين شويه. Ich bin jetzt eigentlich so, dass ich jetzt mit dir das Spaß wird. Ich bin mit dir in die Union, ich bin mit dir in die Union.
قوي هو.